over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yeah.
في الثلوج الشيء الذي من الممكن جدا أن يؤثر على مردود الفريقين في مباراة اليوم. شيء مهم جدا مع بداية هذا اللقاء نتكلم عنه المجهود الكبير اللي قاموا به أصحاب الأرض وأيضا مسؤولي الملعب. برونو فرنانديز حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عينه. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يبعدونها على الطاير. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. مارتينيز يمر ويلعب كرة بينية ويمر صافرة. ماذا قرر الحكم؟ ينجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة. أصبحت 1-0. سجلها ببراعة من نقطة الجزاء. ضربة جزاء رائعة. انتظر حتى تحرك الحارس ثم لعبها ببراعة في الاتجاه المعاكس. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم. برونو يا إلهي الكرة تصطدم في القائم. يا له من سوء حظ. يحاول فك شفيغوست إلى خارج المرمى. والحارس يلعبها بعيداً عن مرماه.